أيما الشيخ العام هلاني يا الجدة الشيخ العام هلاني يا الجدة الشيخ العام عزام طوبيك اليوم زمعت أخوته اليوم زمعت أخوته اليوم زمعت أخوته نجي وحفاي كلنا نسد بيوت أهلنا نجي حفاي كلنا نسد بيوت أهلنا اليوم جمعة أخوتك اليوم جمعة أخوتك ما تخوته قولي لي يوقف بكل هنمان جازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي قولي لي يوقف بكل هنمان جازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي وما نوصل للون تهدل علي وما نوصل للون تهدل علي يا ابو عيون اليوم جمعة أخوته نجي وحفاي كلنا نسد بيوت أهلنا نجي حفاي كلنا نسد بيوت أهلنا اليوم جمعة أخوته اليوم جمعة أخوته اليوم زمعة أخوته قولي لي يوقف بكل هنمان جازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي قولي لي يوقف بكل هنمان جازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي وما نوصل للون تهدل علي وما نوصل للون تهدل علي يا ابو عيوني أيما الشيخ العام هلاني يا الجدة الشيخ العام هلاني يا الجدة الشيخ العام عزام طوبيك اليوم جمعة أخوته اليوم جمعة أخوته اليوم جمعة أخوته نجي وحفاي كلنا نسد بيوت أهلنا نجي حفاي كلنا نسد بيوت أهلنا اليوم جمعة أخوتك اليوم جمعة أخوتك اليوم جمعة أخوتك.
زماط خوذة اليوم زماط خوذة أولي اليوقف بكلهن ما نجازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي أولي اليوقف بكلهن ما نجازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي وما نوصل للون تهدل علي وما نوصل للون تهدل علي يا ابو عيون الوسيعة جدا هني اليوم 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 يوم زماط اخوته اوه اليوم زماط اخوته اليوم زماط خوته اليوم زماط خوته نجي وحفاي كلنا نسد بيوت اهلنا نجي حفاي كلنا نسد بيوت اهلنا اليوم زماط خوته اليوم زماط خوته اليوم زماط خوته أولي اليوقف بكلهن ما نجازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي أولي اليوقف بكلهن ما نجازي وحل وقت الوفا ولازم نوافي وما نوصل للون تهدل علي اليوم زماط خوته نجي وحفاي كلنا نسد بيوت اهلنا نجي حفاي كلنا نسد بيوت اهلنا اليوم زماط اخوته اليوم زماط اخوته يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ويقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من خطب إليكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تكون فتنة في الأرض وفسادا عريض ليس بين الزوجين فقط وإنما هو تعاون ومشاركة ومصاهرة وألفة ومحبة ليس بين العائلتين فقط وإنما بين العشيرتين بل وبين المنطقتين وبين الديرتين لذلك فإن الزواج من محاسنه هو الترابط الأسري بين المجتمع فيحرص الله تعالى من خلال هذا العهد أن يكون تماسك بين لهما في زواجهما لذلك أتشرف نيابة عن أبناء عمومتي البعلوان ونيابة عن أخي وشيخ الشيخ زياد أبو عمر شيخ عشيرة البعلوان والشيخ أبو مزاحم
أود أن أتقدم وأن نطلب أن نتشرف بهذه المصاهرة، بهذه المصاهرة الشريفة المباركة بين عشيرة البعلوان وعشيرة الخفاجة. لذلك نلتمس منكم الإذن بإقامة العقد الشرعي بين الطرفين، وجزاكم الله خير الجزاء. على رأسي، ربي يحفظكم، شكرا على حسن الاستقبال. زحمناكم، احنا إن شرف العظيم أن نطلب إيد كريمتكم الإبن لسيف سيف باسم فرمان العلوان. نسألكم الرضا والقبول وانتوا أهل للمعروف إن شاء الله. مرة ثانية بابا عمر وعمامنا كلهم شيوخنا وجانا كبارنا، اهلا وسهلا. البعلوان عشيره معروفه ولها باع وتاريخها معروف، واهلا وسهلا بيكم. اني بس اقول هاي الامانه راح نسلمها بديكم، امانه عندنا راح نسلمها، والله وصى بالضعيفين ابو علي يدري بالضعيفين، المراه والطفل. فهاي امانه من عندنا لكم، واحنا هاي الباقيات الصالحات ذن هنا اللي نشتغل فيه. وهذن الزواج هو نصف الدين، والمصاهره احنا وياكم ان شاء الله هي تاريخ، وعندنا باع وياكم مو بس اليوم، وان شاء الله اهلا وسهلا بكم مره ثانيه بشيوخنا وآله وعلى صحبه رحم الله من يقرا الفاتحه. يا غناك تروح محبوبك وعمره، واصبح الابيض زهر واكتب كتابك، والفرح عدى على بابك يا خيمتي اللي تمناك، يرخص الدنيا الفرق وما يساوي البشر والزهر. واقف على انعكس لونه على ثوبك، يا غنى تروح محبوبك وعمره، واصبح الابيض زهر. يذكر الله كل من شاف وحبوب اللي ليل مر امره بين الكاف والنور، تحت الوصل يدفعون ما يفارق دربه مكان يكون تكون.